الله. السلام عليكم. استنى دقيقة كده لحد ما الناس تجمع. ازيكم عاملين ايه؟ الناس دخلت او بعدد كبير ان شاء الله. طيب ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ انا حابب اشارككم حاجة مهمة بالنسبة لي جدا، ان انا هتم خلاص المليون متابع على اليوتيوب بعد دقايق. وحابب اشكركم جدا على مساعدتكم ليا يعني، وتفاعلكم المستمر دايما ليا، وشرف ليا ان انا بقدم حاجة ليكم يعني. وبعد الله عز وجل انتوا سبب التوفيق والنجاح يعني، واشكركم جدا يعني. وفاضل خلاص يعني حاجة بسيطة خالص، تقريبا 5 أو 6 مش فاكر، مش عارف، بشوف اهو سبت معلق. هنشوف مع بعض ضلت ايه. ازيكم عاملين ايه؟ وعليكم السلام، الاخبار؟ تعالوا نشوف سوا ناقص قد ايه. احنا خلاص 990، 993 4 ساعات. فاضل ايه بقى؟ 5 أو 6. أنا متاح، هذه فقرة أسئلة ليست إنشاد. ممكن نغني حاجة في الآخر إن شاء الله. ده أول لايف ليا على الفيسبوك على فكرة، يعني أول مرة أطلع لايف على الفيسبوك. بصوا يا جماعة، ناس كام؟ خلاص فاضل 2 بس، فاضل 2. 9 9 9 8 5 9 8. حاجة بسيطة خالص بقى يعني، شوف مين اللي هيلحق بقى، اللي هيلحق الكليك بتاعت المليون هو الكسبان. تعال نعمل ريفريش كده. طيب لسه، خلينا مع بعض بقى، لسه فاضل 2، نتكلم شوية لحد ما يتعاملوا. فين الناس؟ فاضل قد ايه؟ اهو بصوا، فاضل 1 بس، فاضل 1. مين هيكون هو بقى؟ فاضل 1 فقط.
الريفريش الجاية فيها مليون بقى ولا ايه؟ الريفريش الجاية قول وصلنا المليون، وصلنا المليون. ايوه يا جماعة، شكرا 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 شكرا. الحمد لله وصلنا المليون متابع على اليوتيوب بفضل دعمكم وتفاعلكم الدايما معايا، وان شاء الله نوصل على الفيسبوك والانستجرام وكل حاجة، نوصل لعشرة مليون مع بعض ان شاء الله، ويا رب يتقبل مننا صالح الأعمال يا رب، ويقدم لنا الخير إن شاء الله دايما. وأنا مبسوط جدا وسعيد إن أنا بقدم محتوى زي ده وعندي ناس جميلة زيكم، وسعيد جدا والله بلقائي الأول معاكم على الفيسبوك. إن شاء الله نبقى نحاول نطلع كل شوية على الفيسبوك بأن الناس متابعانا ومتفاعلة معانا. لو حد عنده أي أسئلة يقول لي، أنا والله مبسوط جدا. مليون، تعال نشوف بقى في هنا اسمه ايه ده، ريل تايم يوتيوب كاونتر. هو مبيبانش عليا بس أنا مبسوط داخليا، يعني مبسوط، مبسوط كده، أنا طبيعتي هادي شوية بس والله مبسوط جدا والله. فين الناس؟ ما يا جماعة خلاص، من بعد المليون بقى كله كله عامل سبسكرايب، بقينا مليون وخمستاشر ما شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا شكرا ليكم. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم جميعا. بالمناسبة بقى دي بقى، لو حابين تسمعوا حاجة قولوا لي في الكومنتس حابين تسمعوا ايه. ان شاء الله في بمناسبة اللي احنا كملنا مليون، ان شاء الله في اغنية هتنزل قريبا جدا ان شاء الله بكرة او بعده، بمناسبة اللي احنا وصلنا لمليون متابع. خمنوا بقى، هي حاجة تراثية يعني.